وبركاته. النادي الاهلي يفوز على سيراميكا 2-1 بهدفين لطاهر محمد طاهر نجم المباراه. طيب بطوله ما فيهاش عدل، واحنا قلنا الكلام ده، قلنا ما فيهاش عداله تحكيميه لان في ضرب الجزاء الشوط الاولاني لسيراميكا، اعتقد دي لو للنادي الاهلي اللي على بيرسي تاو، اعتقد لو للنادي الاهلي كانوا يعدوها مره واثنين وثلاثه وتعالى، وشفناها في ضربه الجزاء بتاعت نهائي السوبر الافريقي بتاعت اكرم توفيق، اكرم قايم عشان يرجع يدافع، فجئنا قلنا ده بيرجع عشان يطرد حسين الشحات في الدخله اللي دخلها على دونجا، لقينا اتفاجئنا كلنا جماهير اهلي زمالك كله ان في ضرب بيحسب ضرب الجزاء. حد له شوق في حاجه؟ حد له شوق في حاجه؟ كره ماشيه عندنا كده. النهارده الزمالك بيكسب ويتلغي وبيراميدز يتلغي له هدف صحيح 100%، والنهارده في ضرب الجزاء 1000000% وطرد الاكرم توفيق. انا مش عارف الحكام دي راح تعمل ايه. اين العدل؟ اين الضمير؟ اين المساواه؟ يا عم اكسب، محدش قال لك لا، بس ادي لكل واحد حقه. هي سيراميكا دي وبيراميدز دول من دوله غير دوله مصر؟ والله لو من بره مصر مش هتعملوا الكلام ده. على العموم الاهلي بيكسب في اسوأ مستوى له، افتي يا مفتي اللي هو كولر، ولكن الحظ بيساند النادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي. تشكيل لا اسوأ ولا اوحش، واتفاجئنا. هو مفكر ان في لسه ماتش تاني للزمالك، يعني اول ماتش ده سواء كسبوا تعادلوا خسروا مش مهم، المهم ان عنده ماتش اللي جاي ماتش الزمالك، فانا بريح اللعيبه اللي هي الاساسيه. الماتش ده لو انت خرجت النهارده كانت نهايتك النهارده يا كولر، كانت نهايتك 1000000%، بس احمد ربنا يمكن ربنا شايلها لك في ماتش الزمالك. تخسر ماتشين ورا بعض، بطولتين سوبر افريقي وسوبر مصري، يا دهوتك السودا، يبقى نهارك طين، يبقى كده يعني لو مجلس اداره ابقى عليك، انا مش انا اللي هبقى عليك، ده الجماهير مش هتطيقك من هناك، تقول لك ايه خد شنطتك واطلع على سويسرا من بره بره، ولا العين ولا البتاع يمسكوا اي حد ماتش العين، يمسكوا رمضان وسامي قمصان والله يكسبوا. انما النهارده بيالف تاليف غريب غريب الشكل، ناس بقالها فتره ما بتلعبش وبيلعبها، ناس بقالها كتير خارجه من الاصابات وبيلعبها، شكل الشوط الاولاني والتاني ضايعين ضايعين، وبعد كده بعد ما بيجيب الجول بينزل بقى بيحافظ على المكسب. من حقك تحافظ على المكسب لانك انت ما لعبتش، انت ما رحتش الامارات اصلا. على العموم ان شاء الله باذن الله نتفرج على مباراه في النهائي باذن الله، الاهلي والزمالك اهو، كما اراد اتحاد الكره والحكام ان هم يوفروا سبل الحمايه والتاهل سواء للزمالك او للنادي الاهلي. مش انتوا عايزين؟ طب ما كنتوا تلغوا بقى سيراميكا وبيراميدز ولعبنا ماتش ولا ماتشين اهلي وزمالك، والذكر ولا البطل هو بقى اللي يكسب الماتشين. يا عم ماتش واحد بدل اللفه اللي هي غريبه دي. سيراميكا اصل بطل اللي هو كاس الرابطه وتاني الكاس ومش عارف الكارت الذهبي. يا عم خلص اهلي وزمالك واخلص، ما توجعوش دماغاتنا، ما تلففوناش، خليها كده، لان انتوا كده بتدوا حق للعالم كله ان احنا ما عندناش كوره، وانتوا عايزين الاهلي والزمالك يوصلوا عن طرق الدائري اللي هو بتاع المنيب والدائري القديم. طب ما نلعبهم هما الاثنين وخلاص ونخلص من القصه دي. واحد يقول لي اصل التسويق، تسويق ايه ده؟ انتوا بتسوقوا صورتنا بره مصر، والله بتسوقوا صورتنا ان فرقه بتقع وتتعب والكلام ده، لا بتاخد طرد ولا ليها ضرب جزاء بتتحسب، والجون الاولاني اللي هم جابوه بيشكوا فيه لولا ان لقوه ما فيش فيه اي مشفي، يدوروا كده يدوروا كده لقوه مشفي فاتحسب في الاخر. يلا بقى على العموم ان شاء الله باذن الله نتفرج على مباراه يوم الخميس، واللي يكسب بقى حلال عليه.